بص يا جماعه، طبعا حضراتكم تابعتوا قضيه سعد المجرد والحكم عليه، وفوجئنا بعدها بانه مكتب المدعي العام الفرنسي بيوجه تهمه الاغتصاب لمدافع نادي باريس سان جيرمان اشرف حكيمي بسبب ما نقلته صحيفه لوكيب الفرنسيه، بانه كما قالوا يعني انه مكتب المدعي العام في نانتر والضحيه الغربيه للعاصمه باريس فتح تحقيق في قضيه اغتصاب بحق اللاعب حكيمي، تحقيق بعد ما تقدمت شابة ببلاغ رسمي للسلطات يوم الاثنين الماضي بتهمة اغتصابها في منزله عندما كانت العائلة بأجازة. ده باختصار الموضوع، ده احنا بس بنتكلم بنقول ايه، ده تحقيق لم يوجه اتهامات لغاية دلوقتي. في اهتمام شديد جدا طبعا من الصحافة يعني الفرنسية بالموضوع، لبوا صحيفة زي لبوا، صحيفة زي لوموند، الصحف دي كلها النهارده بدات يعني تنقل تفاصيل التحقيقات لحد دلوقتي، وتنقل تفاصيل الادعاء، وتنقل بالظبط السيده اللي بتدعي عليه بتبلغ من العمر قد ايه، 24 سنه، والتفاصيل حصلت ازاي. الصحف الفرنسيه بعد قضيه سعد المجرد ادي لبوا مثلا بتتكلم عن اشرف حكيم انه بيخضع دلوقتي للتحقيقات، صحيفه فرنسيه. في لوموند مثلا برضو نشرت ما يشبه ذلك وبدأت تتكلم عن طبيعة التحقيقات اللي بتجرى الآن مع أشرف حكيمي، وأنه وبتصفه بالمتهم يعني. طبعا هو متهم، ونتمنى أن تكون هذه الدعاءات يعني إن شاء الله لا تصل للإدانة. احنا معنا الأستاذة الكاتبة الصحفية الأستاذة سميرة عثماني، وشرفتنا طبعا وكلمنا معها كتير في أوقات طبعا انتصار المغرب في كأس العالم. أهلا بك يا فندم منورانا. وطبعا عايزين نعرف محرك بتتابعوا ازاي القضيه دي. طبعا احنا كلنا زعلانين على يعني لم يوجه اتهام يعني، او ما زالت القضيه رهن التحقيقات، فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن انتوا بتتابعوا الموضوع ده في المغرب ازاي وبتتفاعلوا معاه في المغرب ازاي يا فندم؟ نورتينا، اهلا بيكي. اهلا بكل مشاهدي قناه المحور. اولا لما نزل الخبر يعني نزل كالصاعقه في الحقيقه، يعني جميع تساءل عن حقيقة هذه الإدعاءات من الصحية المعلن عنها. بصراحة أنا اليوم حضرتك بتقولي المسرحية؟ تسليكي الصدر. أنا سمعت صح؟ لا أبدا لا لا أنا لن أتفق مع نظرية المؤامرة أو أقول أنها مسرحية. أنا أقول أن المتهم بريء حتى تثبت إذا وأنا بحييك على الطرح ده جدا. بحييك جدا جدا. طبعا يومية ليكيب اليوم امس كتبت ان المحققون حائرون في القضيه، يعني فيها غموض، يعني لحد الان كشفت التحقيقات عن وجود محادثه بين اشرف حكيمي والضحيه المعلن عنها. ايضا في ايضا ذكروا ان هناك مكالمه جاءت من الضحية المعلن عنها لصديقتها، لكن لم يفك شفرة هذه طبيعة هذه المحادثات، يعني هذه المحادثات لا تحمل إدانة كافية. يعني هل نقدر نقول حكيم. إن الشواهد واهية يعني حتى الآن؟ ما نعرفش برضو. هما لم يفكوا بعد شفرة المحادثات، يعني محادثات تبدو عادية جدا، ولكن لحد الآن يعني ما نعرفش اتطورت بقى بعد ذلك لإيه، ما نعرفش لسه صح؟ يعني لم أسمع حضرتك، لكن ما نعرفش إذا كانت تطورت بعد كده للقاء أو حصل شيء أو لا، ما نعرفش لسه. هو ممكن يكون لقاء، ولكن لكن صفة الاعتداء صعب تبان. الاعتداء مش موجود، يعني الكاميرات في منزل حكيمي ممكن توضح هذا الشيء او لا. ثاني شيء هو ان القضيه انا كما اقول واشدد انها غامضه، صحيفه ليكيب المعروفه في فرنسا يعني كتبت ان المحققون لحد الان حائرون امام غموض هذه القضيه. هي الحيره دي بتدفعنا ان احنا احنا طبعا من الواضح حتى الان انه التفاصيل ما زالت قليله وشحيحه، لذلك اسمحي لنا
بالمتابعة معك في هذه القضية. الكاتبة الصحفية من المغرب سميرة عثماني، نتواصل معك ونعرف كل ما يجد جديد بخصوص هذه القضية، انطلاقا من الجملة اللي قلناها نوح حسام في البداية، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. والجزئية الثانية اللي عايز أقولها حسام، أنه طبعا يعني كل الفصل ما بين يعني اتهامات او ادعاءات بخصوص شخص معين وجنسيته، لانه في ناس كتير بدات تركز على كونه من المغرب او هل في استهداف لرموز مغربيه ولا لا. سعد المجرد انا اتصور انه كل حاله تؤخذ على حده طبعًا. ولا يجوز التهاون ابدا مع طبعًا. اي ادعاءات او اتهامات، والتحقيق معها كلها بكل جديه، خصوصا اذا كانت بحق نساء ايا ما يكون برضو هم جنسيتهم. اتفق معك جدا جدا جدا، لانه انا سريعا عشان احنا لازم نروح الفصل، بس انا اتضايقت شويه من بعض التعليقات بعد قضيه سعد المجرد يا هبه، لانه الناس دايما بتعتقد كونك انت رجل مشهور او ذو حيثيه عالميه او كده فده لا يمنعك انك ترتكب اخطاء زي ده. وبرده ممكن نعمل فقره على الموضوع ده بعد كده، انه احنا برده يبدو انه حتى الشاب الصغير مش فاهم يعني ايه قوي مفهوم الاغتصاب، ودي حته ومعنى كلمه لا، ومعنى كلمه لا، ودي حاجه لازم نبدا نوعي بيها بشكل كبير في مصر، لانه مش معنى ان حضرتك التقيت بحد او ان هي مثلا قبلت دعوتك او ان انتوا تواجدتوا في مكان لوحديكوا معنى ده انه يبرر اي شيء من الاشياء حد يعني. ده لازم نفرق كويس جدا.